بسم الله، نعتبر x عددا عشريا نسبيا، ولنحل المعادلة التالية: ناقص 5x ناقص 20 تساوي ناقص 2x زائد 4. لحل هذه المعادلة نتبع الخطوات التالية: أولا، نعزل العناصر التي تحتوي على المجهول x في طرف والعناصر المعلومة في طرف آخر. مثلا نختار عزل العناصر التي تحتوي على مجهول x في الطرف الأيسر من هذه المعادلة، يعني في هذه الجهة، والعناصر المعلومة في هذه الجهة الأخرى، بحال 4 وناقص 20 تعتبر عناصر من العناصر المعلومة، وناقص 2x وناقص 5x تعتبر من العناصر التي تحتوي على المجهول x. إذن للقيام بذلك سوف نستغل القواعد التي رأينا في المعادلات السابقة. جوج ديال القواعد أساسيين. القاعدة الأولى تتقول لنا ما يلي: عند انتقال حدين من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. والقاعدة الثانية تتقول لنا ما يلي: العوامل عند انتقالها من طرف لآخر في معادلة تعوض بمقلوباتها. إذن هاد جوج ديال المعادلات هما اللي غادي يكونوا مفتاح الحل لهذه المعادلة. إذن هاد جوج ديال القواعد كما أشرت إلى ذلك هما اللي غادي يحلوا لنا هاد المعادلة. إذن غادي نستغلوا بوحدة بوحدة. إذن أش غادي نديرو؟ غادي نهزو الآن ناقص 2x موجودة في الطرف الثاني ونجيبوها للطرف الأول. هاد الحد إذا انتقل من الطرف الثاني إلى الطرف الأول ستتغير الإشارة التي تسبقه وسيعوض ب2x. إذن كما ذكرنا الحدود أو عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه، وفي نفس الوقت غادي نهزو هاد ناقص 20 من الطرف الأول ونديو للطرف الثاني من هذه المعادلة، وبطبيعة الحال تتغير الإشارة التي تسبقه. مزيان، حنا هاد المرحلة غادي نديرو حاجة بحاجة. نبداو بهاد ناقص 2x وغنحيدوه من الطرف الأول ونضعوه في الطرف الثاني. مزيان، كما ترون الآن عندنا ناقص 5x ها هي، ناقص 20 ها هي، ناقص 2x هاد القيمة هزينا من الطرف الثاني ووضعناه في الطرف الأول. هي كما ترون كانت هنا ناقص 2x، هنا أصبحت زائد 2x، تغيرت الإشارة ديال هذا الحد. إذن عند انتقال حد من طرف لآخر في المعادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. هذا الحد اللي تعاملنا معه هو هذا فقط، ناقص 2x، فعند انتقال إلى الطرف الأول أصبح زائد 2x، وبقت زائد 4 في مكانها. مزيان، إذن الآن غادي نقوم بنقل ناقص 20 من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. كيف العادة بنستعمل نفس القاعدة اللي شفنا قبل لحظات. إذن كما ترى خدينا ناقص 20 اللي كان في الطرف الأول وديناه للطرف الثاني، يعني قمنا بنقله إلى الطرف الثاني من هذه المعادلة. كما ترون تغيرت الإشارة ديالو، كانت ناقص 20 أصبحت الآن زائد 20. دائما طبقنا نفس القاعدة، يردوا لي البال مزيان. عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. مزيان، و 2x بقت مع ناقص 5x، فأصبحت الكتابة ناقص 5x زائد 2x تساوي، قبيلة كانت زائد 4، دروك راه حيدنا ديك علامة زائد لأنه العدد زائد 4 هو العدد 4 نفسه، إذا تركناه هكذا. إذا الآن يمكننا نقوم بعملية الجمع بين 4 و 20، وفي نفس الوقت هنا نقوم بهذه العملية ديال الجمع. لهذا الشيء كنا شفناه في الدرس ديال التعميل والنشر أو الحساب الحرفي، نقدروا نجمعوا بسهولة العددين ناقص 5 و 2x. كما ترون العامل المشترك بينهما هو x، فسنعمل ب x فنقول x عامل مشترك لناقص 5 زائد 2. وكما تعلمون ناقص 5 زائد 2 هو العنصر ناقص 3. إذا الكتابة الموالية هي ناقص 3x التي تساوي 24 كما سنكتب ذلك بعد قليل. مزيان، ناقص 5x زائد 2x تساوي ناقص 3x. نعاود نذكركم بالفكرة اللي عملناه هو فقط عملنا بx، x كعامل مشترك، وحسبنا ناقص 5 زائد 2 ومجموعهما هو اللي بيعطينا ناقص 3.
لا ضربناها في اكس بتعطينا ناقص 3 اكس. اذا ناقص 3 اكس تساوي 24. دروكا نمروا للمرحله ما قبل النهائيه. اذا للتخلص من العامل ناقص 3، ما تنساش اولدي بان هاد الكتابه ناقص 3 اكس راه تعني ناقص 3 في اكس. اذا عندنا هنا جدا هذا العنصر ناقص 3 هو عامل وليس حدا، لانه في كثير من الاحيان تيتغلط التلمذ العامل بالحد. وانا تنجي مره تنذكر بانه العامل هو عنصر من عناصر الجدا، والحد هو عنصر من عناصر المجموع الجبري. اشنا هو المجموع الجبري؟ هو واحد الكتابه رياضيه تيكون فيها عمليه الجمع والطرح، يمكن تكرر عمليه الجمع عده مرات او عمليه الطرح عده مرات، تلكم الكتابه تتسمى بالمجموع الجبري. اذا هنا عندنا جدا للتخلص من العامل ناقص 3 غادي نطبقوا القاعده اللي ذكرت بها في معادله سابقه. اذا نعاود نذكر بهذه القاعده، العوامل عند انتقالها من طرف لاخر في معادله تعوض بمقلوباتها. اذا ناقص 3 بيجي للطرف الثاني بيولي في المقام. اذا الاصل الكتابه هي 24 في 1 على ناقص 3، المقلوب ديال ناقص 3 هو 1 على ناقص 3 اللي حنا تنبسطوا وتكتبوا 24 على ناقص 3. الاغلبيه تلم تعرفوا هذه العمليه ببساطه، تيقول لك غادي نجيب هذا ناقص 3 من هنا ونديها لهنا ونوضعها في المقام وندير سطر الكسر باتولي بهذا الشكل اللي تتشوفوا الان. مزيان، اذا دروكا هذه الاشاره ناقص نطلعها من البسط من المقام ونوضعها في البسط، او لا نقوموا بعمليه ديال القسمه بشكل عادي، راه القيمه غتكون سالبه لان البسط موجب والمقام سالب. هذا كل ما في الامر. اذا بقات لنا السطر الان النهائي اللي غادي نعطيو فيه القيمه ديال اكس. اذا 24 الى قسمنا على ناقص 3 تعطينا ناقص 8، او لا نقدروا نكتبوا ناقص 24 على 3. لماذا؟ لانه كاين واحد القاعده تقول لنا ا على ناقص بي هي ناقص ا على بي. على اي حال 24 مقسم على ناقص 3 هي العدد ناقص 8، ناقص 8 عدد عشري نسبي، إذن هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. انتهى.